القمح الذي يصنع منه الخبز من أهم المحاصيل الزراعية الرئيسية لدى المصريين. عملية حصاد القمح قضية حساسة، يتم خلالها قياس مستويات الرطوبة واستخدام آلات الحصاد، ثم جمعه وفصل الحبوب عن القش، وتستمر ما بين 5 و7 أسابيع، إذ يبدأ الحصاد عندما تنضج الحبوب. دلوقتي احنا جايبين الكومباين وبنحصد، ويومين ثلاثة كده هنسيبها ونعجدها ونجيب البابور وندرس، بعد كده نشيل التبن ونجيب البابور تاني ونحرك بالقصبية وندربها، وبعد كده نملاها مية ونخمر التجاوي والرز ونجي نلقط. يشكو كثير من المزارعين من ضعف الخدمات التي توفرها لهم الحكومة لمساعدتهم في زيادة إنتاج محاصيلهم، وأكدوا أن المحصول يحتاج إلى إعداد التربة بشكل جيد ومتابعة النبات بخدمات أكثر من السلطات المختصة. لو مهندسين هيتابعوا الموضوع للزراعة ويمشوا معاه ويدوا الخدمة بتاعتك المظبوطة، وهيوصلوا المعلومة ديت للجهات اللي هي المسؤولة، إن الفدان ده عايز له 6 شكار لوريا أو 7 شكار لوريا، وعايز خدمة كذا، وعايز ينسجب مواعيد معينة، ده هيديك محصول أعلى. الحكومة المصرية أعلنت من جانبها أنها ستشتري 3.7 مليون طن من القمح من مزارعين محليين في الموسم المقبل، وهو ذات المعدل الذي اشترته الموسم الماضي. وأعلنت في ذات الوقت بناء صوامع غلال جديدة للتأكد من كفاءة القدرات التخزينية للمحصول.